بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم لتلاميذ الصف الخامس بعنوان الظرف. ونقصد بكلمة الظرف الكلمة التي تدل على الزمان أو المكان، وسنرى في الأمثلة ذلك. حين جلوسنا هناك تأتي بعدها حول مدرستنا مناظر طبيعية، أمامها البحر. حين جلوسنا هناك، كلمة حين ماذا أوحت لكم؟ أوحت لنا هذه الكلمة بأنها حددت لنا زمان. حين جلوسنا متى؟ حين جلوسنا هناك مثلا قرأنا الدرس، حين خرجنا من البيت، فكلمة حين تدل على الزمان. كلمة تأتي بعدها في هذا المثال، بعدها تأتي بعدها، أقول الحصة الثالثة تأتي بعد الحصة الثانية، فكلمة بعدها مثلا على ماذا دلت؟ إذن دلتنا على الزمن، حددت لنا الزمن. الأمثلة التي تليها، حول مدرستنا مناظر طبيعية. حول مدرستنا، ننظر من النافذة فنرى حول مدرستنا، فهذه كلمة حول على ماذا دلتنا؟ دلتنا على المكان، دلت على شيء له علاقة بالمكان. حول المدرسة، أمامها البحر، انظر أمامنا نرى البحر، فكلمة أمامنا دلتنا على مكان. إذن نلاحظ بأن الظرف هو اسم يدل على الزمان والمكان، أو يحدد لنا الزمان والمكان. وهذا الظرف كما سنرى الآن ما علامة إعرابه أو ما حركته؟ دائما الظرف دائما يكون منصوبا. هذا الاسم الذي عرفنا أنه ظرف، الذي دلنا على الزمان والمكان، يكون منصوبا، حركته دائما وأبدا الفتحة، دائما يكون منصوبا. وطبعا هناك العديد من الكلمات التي تدلنا على الزمان والمكان، ليس فقط الأمثلة التي الواردة أمامنا، لا، وإنما هناك الكثير من الكلمات، حين، وقت، ساعة، كل كلمة لها علاقة بالزمن تدلنا على الزمن فهي ظرف زمان، وكل كلمة تدلنا على المكان، أمام، خلف، فوق، تحت، كلها كلمات تدل على المكان أيضا فهي ظرف مكان. إذا باختصار هذا هو الظرف، إذا يجب علينا أن نعرفه. إذا الظرف هو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان يحدث فيه فعل معين. إذا هنا حين جلوسنا هناك ماذا فعلنا؟ إذا حددنا الوقت، شو عملنا هناك؟ حددنا يا الوقت، حددتنا يا هذه الكلمة، كلمة حين. تأتي بعدها أيضا حددتنا، شو هي؟ ما هي التي تأتي بعدها؟ هناك عمل فعل في من قبل أن تأتي هذه الشيء. إذا وكلمة حول أيضا، حول مدرستنا
أيضا كلمة المكان تدلنا أو ظرف المكان يدلنا على عمل أو على فعل معين. حول مدرستنا توجد مناظر طبيعية، أمامها البحر. إذن هذا كل شيء عن الظرف. أخيرا نقول أن الظرف يحدد الزمان والمكان المقصود بإضافته. إذن متى يحدد الزمان والمكان المقصود؟ إذا أضيف. نرى هنا حين جلوسنا، هذه كلمة جلوسنا مضاف إليه، مجرورة وعلامة جره الكسرة الظاهرة، جلوسنا. إذن أو أن يضاف هذا الظرف إلى أحد الضمائر، فهنا أضيفت إلى الهاء بعد ها، أضيفت إلى الهاء، فهذه الهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، إذن حل محل المضاف إليه. حول مدرستنا مناظر، أمامها البحر، أمام اتصلت أيضا بالهاء، إذن فالضمير يأتي بعده مضاف إليه أو إحدى الضمائر. هذا كل شيء بالنسبة لدرس الظرف، درس بسيط وسهل، فقط علينا أن نتعرف كيف نتوصل إلى أن هذا الاسم الذي أمامنا هو ظرف. الكلمة التي تدل على الزمان أو على المكان تكون ظرف، وهو دائما وأبدا منصوب. ويبقى أن نذكر في الوظيفة في الصفحة 78 و79، والسلام عليكم ورحمة الله.